عقد محافظ كفر الشيخ اللواء دكتور علاء عبد المعطي اجتماعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة عدد من الملفات ومشاكل الدوائر، حيث ناقش محافظ كفر الشيخ خلال اللقاء مشروعات التعليم والطرق ومشروعات الرصف والصحة والسكان والزراعة، بالإضافة إلى ملف تصالح في بعض مخلفات البناء وتقنين أملاك الدولة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشاركة المجتمعية. هذا وأعرب محافظ كفر الشيخ عن أمله في المزيد من التعاون من أجل تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.